بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 13. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب الأذان. الأذان لغة الإعلام. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله جل وعلا. فالأذان في اللغة معناه الإعلام، وأما في الشرع فالأذان هو الإعلام بدخول الوقت، بدخول وقت الصلاة بألفاظ معروفة. الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ معروفة أو مخصوصة. والحكمة فيه من وجهين: الوجه الأول أن فيه إعلاماً بدخول الوقت، لأن الصلوات الخمس لها أوقات محددة لا يجوز أن تصلى في غيرها، قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، أي محدداً بوقت من الليل والنهار. قد بيّن صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت كما يأتي في كتاب المواقيت، بيّن صلى الله عليه وسلم بداية الوقت ونهايته بالنسبة لكل صلاة بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. فلما كان الناس يغفلون ويستغلون أو ينامون احتاجوا إلى من ينبههم على دخول الوقت، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني: لما كانت الصلوات الخمس تجب لها الجماعة، يجب أن تؤدى في جماعة، احتاج الناس إلى أن يدعوا إلى الجماعة، إلى صلاة الجماعة. فالأذان فيه حكم عظيمة. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وصار الناس يجتمعون لأداء الصلوات، بحثوا في علامة يعرفون بها دخول الوقت، إذا بحثوا ماذا يصنعون لإخبار الناس بدخول الوقت ودعوتهم إلى الصلاة. فبعضهم قال: توقد نار على مرتفع، فإذا رآها الناس علموا أنه دخل وقت الصلاة فيحضرون. وقال بعضهم: نستعمل البوق الذي كان يستعمله اليهود للإعلام بعباداتهم، يستعملون البوق يصوتون به. وقال بعضهم: نستعمل الناقوس الذي يستعمله النصارى في الكنائس للإعلام بدخول صلواتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذه الأمور كلها. فبينما عبد الله بن زيد رضي الله عنه كان نائما، فجاءه رجل في الرؤيا ومعه بوق، فقال له: أتبيع علي هذا البوق؟ قال: وماذا تريد به؟ قال: نريد أن ندعو الناس به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير من هذا؟ قال: بلى. فذكر له الأذان، جاء بألفاظ الأذان. فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بهذه الرؤيا. قال صلى الله عليه وسلم: إنها رؤيا حق. فأمر بلالا أن ينادي بها، لأن بلالا رضي الله عنه كان ندي الصوت، فأمر عبد الله بن زيد أن يلقيها على بلال ابن رباح يؤذن بها، فنادى بها بلال. لما سمعه عمر جاء مسرعا قال: يا رسول الله،
والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل هذا في منامي. هذه بداية الأذان، والأذان ألفاظ عظيمة، ألفاظ عظيمة تتضمن فصول الإسلام. أول الأذان هو التكبير تعظيم لله سبحانه وتعالى، ثم النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهما الركن الأول من أركان الإسلام. ثم الدعوة إلى الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. ثم الدعوة إلى الفلاح وهو الفوز الدائم، في هذا في ضمن هذا الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان. ثم العودة إلى تعظيم الله بالتكبير، ثم ختام الأذان بكلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، العروة الوثقى، لا إله إلا الله. فما أعظم هذا الأذان، والأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة، شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. لو امتنع قوم من الأذان فإنهم يقاتلون، لأنهم امتنعوا من شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فيقاتلون على ذلك. والأذان أيضا علامة على الإسلام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا غزا قبيلة أو قوما استمع إليهم، فإن أذنوا كف عن قتالهم، إن أذنوا علم أنهم مسلمون فكف عن قتالهم، وكان يأمر أصحابه بذلك أنهم إذا سمعوا الأذان هم لا يقاتلون القوم أنهم مسلمون. فهو شعار الإسلام، وحكمه أنه فرض كفاية، فرض كفاية. إذا أذن من يكفي فإنه يبقى في حق الباقين سنة، فإذا أذن في البلد واحد فإنه يكفي يؤدي الواجب، وبقية المؤذنين يكون أذانهم سنة مستحب. هذا معنى فرض الكفاية، أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ولو كان واحدا، يسقط الإثم، يتأدى الواجب بأذان واحد، والبقية يؤذنون من باب السنة والتأكيد على ذلك. هذا معنى فرض الكفاية، وليس هو فرضا على الأعيان. ويستحب في السفر المسافرين يؤذنون أيضا الحضر والسفر، لكن في الحضر فرض كفاية، وأما في السفر فهو مستحب. بعض العلماء يرى أنه واجب حتى في السفر، قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب. كان صلى الله عليه وسلم يأمر بلالا فيؤذن في السفر ويقيم، فالأذان مشروع الحضر والسفر، هذا بالإجماع. وحتى الواحد في السفر ينبغي له أن يؤذن، ينبغي للواحد أن يؤذن، لأنه إذا أذن فإنه تشهد له بقاع الأرض، وكل من سمع صوته يشهد له يوم القيامة. والأذان عمل جليل، الأذان عمل جليل، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه لولا الخلافة لأذنت. وجاء في الحديث أن المؤذنين يكونون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، والمؤذن يشهد له كل ما سمعه من البقاع ومن الجن والإنس، يشهدون له بذلك يوم القيامة. فالأذان فيه فضل عظيم، ثواب جزيل لمن يحتسب الأجر عند الله سبحانه. وعلى المؤذنين أن يكونوا أمنا، لأنهم يخبرون عن دخول الوقت فيكونون أمنا على الوقت، لا يؤذنون قبل دخول الوقت فيصلي الناس قبل دخول الوقت، أو يتأخرون عن أول الوقت فيصوم الناس، يصوم الناس على أذانهم ويأكلون ويشربون بعد طلوع الفجر إذا تأخروا. فالمؤذن عليه مسؤولية،
يجب عليه أن يؤدي هذه الأمانة وأن لا يخل بها أو يتهاون بها، فإن هذا يترتب عليه الخلل في الأذان، يترتب عليه أخطاء في العبادة، إما أن يصلي الناس قبل الوقت، وإما أن يصوم بعد طلوع الفجر بسبب أذانه، فهو أمين. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مؤتمن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. فعلى المؤذن مسؤولية دقيقة في أمر الأذان، كذلك عليه أن يؤدي الأذان على الصفة المشروعة، يؤدي ألفاظ الأذان على الصفة المشروعة، لا يلحن فيه، إذا لحن لحنا يحيل المعنى فلا يصح أذانه، وأما اللحن الذي لا يحيل المعنى فلا يخل بالأذان. وأما تلحين الأذان والتطريب به هذا يكره تلحين الأذان والتطريب، ولكن يستحب أن يحسن صوته فيه وأن يؤديه أداء جيدا حسن الصوت. تحسين الصوت بالأذان مطلوب، لكن التلحين والتطريب هذا غير مشروع، بل إنه ينقص أهمية الأذان عند الناس، فينبغي الاعتدال في هذا الأمر. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. نعم، أمر بلال بن رباح مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، كان من السابقين الأولين والمهاجرين، وأوذي في الله أشد الأذى فصبر وثبت على دينه إلى أن اشتراه أبو بكر الصديق وأعتقه، فهو من موالي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أمر أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا أحد يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع. أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا له حكم الرفع، لأنه لا يحتمل أن الآمر أو الناهي غير الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله أمر بلال أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع الأذان. الشفع ضد الوتر، يكرر ألفاظه أكثر من مرة، فالتكبير يكرر 4 مرات في أول الأذان ومرتين في آخر الأذان، وبقية الألفاظ تثنى: حي على الصلاة، الشهادتان شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم التكبير في آخر الأذان مرتين، هذا الشفع، ثم كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ختام لهذا الأذان العظيم. هذا معنى الشفع، أنه لا يقتصر على لفظة يقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، ما يقول كذا، هذا في الإقامة. أما الإقامة فيوترها، يعني يقتصر على لفظة واحدة في ألفاظها إلا قد قامت الصلاة والتكبير، فإنه يشفعهما في الإقامة، كبر مرتين ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مرة، ثم يقول حي على الصلاة مرة، حي على الفلاح مرة، ثم يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، 11 جملة، 11 جملة، هذه الإقامة. والإقامة معناها الإعلام بقيام الصلاة، الإقامة هي الإعلام بقيام الصلاة، وهي إعلام للحاضرين، لا تحتاج إلى شفع، لأن الأذان يحتاج إلى الشفع لأنه نداء للغائبين، يحتاج إلى أن يكرر حتى يسمعوه. وأما الإقامة فهي للحاضرين، لا يحتاج إلى تكرار وشفع، وإنما هي أوتار.
وأيضا الأذان يترسل فيه ويرفع الصوت به غاية الإمكان، والإقامة تحذر حذرا ولا يرفع الصوت بها لأنها للحاضرين، وهي إعلام بقيام الصلاة وحضور الصلاة. نعم، هذا معنى أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر، يشفع يعني ألفاظ الأذان وأن يوتر أي ألفاظ الإقامة. نعم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله وقال يوتر الإقامة، هذا بالنسبة يوتر الإقامة بالنسبة للأغلب، وإلا فبعض ألفاظ الإقامة يشفع كما سمعتم. نعم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم ركزت له عنزة فتقدم وصلى الظهر والعصر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. نعم، هذا حديث أبي جحيفة السوائي وهو من شباب الصحابة رضي الله عنه، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة، منها هذا الحديث أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني في مكة في حجة الوداع، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في الأبطح، نازل بالأبطح قد ضربت له خيمة من أدم يعني حمراء، والأدمة الحمرة، ويطلق الأدم على الجلد، على الجلد يقال له أديم، الجلد يقال له أديم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وضربت له الخيمة، كان في داخلها، جاءه بلال رضي الله عنه بماء الوضوء، الوضوء بالفتح، الماء الذي يتوضأ به، أما الوضوء بالضم فهو المصدر، مصدر توضأ وضوءا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء أي ببقية الماء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم في الخيمة، فلما رآه الصحابة أحاطوا به يتبركون بهذا الماء الذي فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم، تبركون بذلك، فمنهم من نضح، منهم من نال من الماء أخذ منه، ومنهم من نضح يعني رش عليه من هذا الماء. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه يتبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام، لأنه مبارك، فمن فصل من جسمه ففيه بركة. كانوا يتبركون بوضوئه ويتبركون بشعره إذا حلق شعره، يتبركون بعرقه عليه الصلاة والسلام، يتبركون بريقه عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. أما غيره من الصالحين فلا يتبرك به، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا هذا التبرك إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلوه مع الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان والصحابة رضي الله عنهم، وهم سادات الأولياء، سادات الصالحين، ما كانوا يتبركون بشيء من فضلاتهم لعلمهم أن هذا لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هي هذا متمسك للخرافيين الذين يتبركون بآثار الصالحين كما يسمونها، هذا وسيلة من وسائل الشرك وغلو في المخلوق لا يجوز، وبدعة في الدين لم يشرعها الله ولا رسول
التبرك بآثار الصالحين، سواء من فصل من أجسامهم وثيابهم أو التبرك ببيوتهم ومنازلهم. وحتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بالأماكن التي نزل فيها أو جلس فيها أو سكن فيها، لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم ذلك، أو البيت الذي ولد فيه إذا ثبت وعرف البيت الذي ولد فيه، مع أنه لم يعرف البيت الذي ولد فيه بمكة. هذا البيت اللي يقولون دار المولد لا، خرافة لا أصل له. ولو ثبت أن هذا البيت الذي ولد فيه لم يجيل لنا أن نتبرك به، لأن الصحابة لم يفعلوا هذا، وهم أعلم الناس بما يشرع وما يجوز، أخذوا الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو كان التبرك بالآثار الأرضية والمنازل والبيوت جائزا لفعله الصحابة، لأنهم هم الذين يبينون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي أن يعرف ويعلم، لأنه علق به كثير من الجهلة والمخرفين، صاروا يدعون الناس إلى ذلك، وآل الأمر إلى أن هذه الأماكن صارت تقصد للعبادة أو يعتقد فيها، أولى الأمر إلى الشرك بالله عز وجل، وأن تعبد هذه الأماكن كما كان في الجاهلية يعبدون الأوثان. والإسلام جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، فلم يثبت إلا التبرك بمن فصل من جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو عرق أو شعر أو ريق أو وضوء، ما لامس جسمه عليه الصلاة والسلام يتبرك به، وأما غير ذلك فلا، لا يتبرك بشيء من المخلوقات والآثار، ولا يفعل هذا إلا الجهلة أو أهل الضلال الذين يريدون صرف الناس عن التوحيد إلى الشرك والرجوع إلى أمور الجاهلية. ينبغي معرفة هذا الأمر. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه جبة حمراء، عليه جبة حمراء. جاء النهي عن لبس الأحمر، وهذا الحديث فيه أن الرسول عليه جبة حمراء. الجمع بين الأحاديث أن المراد جبة حمراء يعني فيها حمرة وليست خالصة، فالنهي عن لبس الحمرة للرجال إنما هو الخالص، الأحمر الخالص القاني، أما الأحمر غير الخالص الذي فيه بياض أو فيه بقع أو خطوط بيضاء، هذا لا ينهى عنه، إنما ينهى عن لبس الأحمر الخالص، هذا هو المنهي عنه، الذي ليس فيه لون غير الحمرة. كأني أنظر إلى بياض ساقيه عليه الصلاة والسلام، هذا فيه أن الساقين ليس من العورة، أنه يجوز بروز الساقين وليس من العورة، بل المطلوب من المسلم عدم الإسبال، المطلوب عدم الإسبال، ولا ينزل شيء من لباسه عن الكعبين، وما بين الكعبين إلى نصف الساق هذا هو محل السنة، وما ارتفع عن نصف الساق فهذا لا يجوز، وإذا بدت الركبة أو الفخذ فقد بدت العورة، هذا لا يجوز. فركزت له العنزة، أمر بلالا فأذن، هذا فيه الأذان في السفر، فيه مشروعية الأذان في السفر، أمر بلالا فأذن. ثم ركزت له العنزة، والعنزة عصا قصير محدد الرأس ينغرز في الأرض ويثبت، غرزت له لماذا؟ لأجل أن تكون سترة، هذا فيه مشروعية اتخاذ السترة في الصلاة، وأنها يكفي فيها العصا والعنزة المركوزة أو الحصاة أو الشيء المرتفع. فالسترة سنة من سنن الصلاة، سنة مؤكدة، وسترة الإمام سترة لمن خلفه، لم يجعلوا سترة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه الإمام، دل على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فصلى
الظهر والعصر ركعتين، هذا فيه الجمع والقصر في السفر، فيه مشروعية الجمع والقصر في السفر. قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الشرط لا مفهوم له، فيجوز القصر ولو لم يكن هناك خوف من العدو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في هذا السفر في مكة وهو آمن، ليس عليه خوف، ليس عليه خوف، فقصر عليه الصلاة والسلام. ولما سئل صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. القصر في السفر رخصة، وفعله أفضل من الإتمام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مشروعية الجمع في السفر بين الصلاتين، إذا كان هذا أرفق بالمسافر، جمع تقديم أو جمع تأخير، يجمع الظهر مع العصر، إما في وقت الظهر وهو جمع التقديم، وإما في وقت العصر وهو جمع التأخير. كذلك المغرب والعشاء، إما في وقت المغرب جمع تقديم أو في وقت العشاء جمع تأخير، حسب الأرفق بالمسافر. وفيه أنه لا تؤدى الراتبة، أن الراتبة لا تؤدى للذي يقصر الصلاة، لأنه لم يذكر في هذا الحديث أنه أتى بالراتبة لا قبل ولا بعد، وإنما اقتصر على صلاة الفريضة مقصورة. وفيه دليل على أن الرواتب لا تشرع في حق من يقصر الصلاة. ثم قال إنه لم يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة، هذا فيه دليل على أن المسافر يقصر في كل السفر من خروجه من بلده إلى أن يرجع إليه، إلا أن يقيم إقامة في أثناء سفره، يقيم إقامة طويلة، ينوي إقامة طويلة، فإنه يرجع إلى الإتمام، لأن الأصل في الإتمام، الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، فيرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في الإقامة إتمام الصلاة، وإنما القصر في السفر. وهذا قطع السفر ونوى إقامة طويلة فيعود إلى الأصل من إتمام الصلاة، هذا قول جمهور أهل العلم. فهذا الحديث في الحقيقة فيه فوائد عظيمة. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن. نعم. ابن في الحديث الذي مر يقول: جعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا. أعد الحديث. صلى الله عليه وسلم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، قال: فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضأ وأذن بلال. توضأ يعني توضأ قبل أن يخرج، قوله فتوضأ ليس معناه أنه ما توضأ إلا بعد الخروج، بل توضأ قبل أن يخرج. وخرج بلال ببقية وضوئه الذي تبرك به. نعم. قال: فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. نعم. هذا فيه أن المؤذن يلتفت عند الحيعلتين يمينا وشمالا، فإذا قال حي على الصلاة يلتفت عن يمينه، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت عن يساره، لأن هذا أبلغ للناس، ولأن قوله حي على الصلاة دعوة للمسلمين، أي أقبلوا، حي على الصلاة أي أقبلوا وتعالوا وهلموا إلى الصلاة. فالالتفات من أجل أنه أبلغ
في وصول الصوت إلى الناس، فهذا فيه دليل على أنه يستحب للمؤذن أن يلتفت يمينا وشمالا، أن يلتفت يمينا وشمالا في الحيعلتين. نعم. ثم ركزت له عنزة. نعم. طيب الحديث اللي بعده. صلى الله عليه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان، أحدهما بلال ابن رباح، والثاني ابن أم مكتوم، وكان من سادات المهاجرين، وهو أعمى رضي الله عنه، كان من سادات المهاجرين، وكان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم. اختلف في اسمه على أقوال، أشهرها أن اسمه عمرو، أن اسمه عمرو ابن أم مكتوم، نسبة إلى أمه، نسب إلى أمه، هذا فيه دليل على أنه لا بأس أن ينسب الإنسان إلى أمه. والثاني بلال بن رباح، وكانوا يؤذنون لصلاة الفجر، هذا فيه دليل على جواز اتخاذ مؤذنين في المسجد الواحد، مؤذنين فأكثر حسب الحاجة في مسجد واحد، وأنهما لا يؤذنان جميعا، وإنما يؤذن واحد في أول الوقت أو قبل دخول الوقت، يؤذن واحد قبل دخول الوقت، قرب دخول الوقت، والحكمة من أجل أن ينبه الناس أن الوقت قريب حتى يتنبهوا، ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر حتى يعلموا بدخول الوقت. هذه هي الحكمة من جعل مؤذنين في الفجر، المؤذن الأول ينبههم على قرب دخول الفجر من أجل أن المتهجد يوتر وينهي الصلاة، ومن أجل أن النائم يستيقظ من نومه ويتوضأ ويتهيأ للصلاة، ثم يؤذن المؤذن الثاني على طلوع الفجر. وأيضا الصائم يتهيأ للزوم والإمساك، إذا علم أن الفجر قد قرب لا يسترسل في الطعام والشراب، بل يتهيأ للصوم، يتهيأ للإمساك. هذه هي الحكمة من الأذان الأول، ثم يؤذن الثاني على طلوع الفجر. أما الذي يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك، هذا لا ينبغي أنه يؤذن قبل طلوع الفجر ويقتصر على ذلك، بل لا بد أن يؤذن مرة ثانية عند طلوع الفجر، أو يكون هناك مؤذن آخر يؤذن على طلوع الفجر، فلا يقتصر على الأذان الأول، يغتر الناس يصومون قبل طلوع الفجر أو يصلون، هذا أشد، يصلون الفريضة، هذا أشد، فلا يقتصر على مؤذن واحد قبل الوقت، لأن هذا يغر الناس. ومثله الأذان الأول يوم الجمعة، وهذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر به عثمان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، وذلك أنه لما اتسعت المدينة وتباعد الناس فيها وانشغلوا ببيعهم وشرائهم وزراعتهم، أمر رضي الله عنه من يؤذن الأذان الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة ولا تفوتهم صلاة الجمعة، مثل ما كان يفعل هذا في الفجر. وهذا من سنة الخلفاء الراشدين، ليس بدعة كما يقول بعض الجهلة، هذا سنة الخلفاء الراشدين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وعثمان بن عفان رضي الله عنه ثالث الخلفاء الراشدين، هذا سنة وليس بدعة. والحكمة فيه تنبيه الناس للتهيؤ لصلاة الجمعة لئلا يستمروا في أعمالهم وأشغالهم تفوتهم صلاة الجمعة، لكن لا بد أن يكون بين الأذانين فترة، يوم الجمعة يكون بينهما فترة على الأقل ساعة أو أكثر،
أما أنه يكون الأذان الأول والأذان الثاني في آن واحد ما بينهم إلا دقيقة، هذا لا فائدة من الأذان الأول، تذهب فائدة الأذان الأول الذي من أجله أمر به عثمان رضي الله عنه. لابد يكون بينهما وقت حتى يكون للأذان الأول فائدة. أما أن هذا يؤذن ثم يؤذن الثاني عند دخول الإمام فهذا خلاف السنة، ولا فائدة في هذا الأذان الأول على هذا الوصف هذه الحالة. والأمور تؤخذ بمقاصدها وتؤخذ كما جاءت، تؤخذ كما جاءت. عثمان رضي الله عنه لم يأمر بأذانين في وقت واحد، وإنما أمر بأذان متقدم حتى يتهيأ الناس ويتنبه، ما أمر بأذانين في وقت واحد أبدا، لأنه لا فائدة من ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم كان يؤذن إذا طلع الفجر، كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. أما بلال فيؤذن بليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيأكل الآكل ويشرب الشارب الذي يريد الصوم حتى يطلع الفجر، عملا بقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا فيه استحباب تأخير السحور، لا يقدم السحور خلاف السنة، يأكل ويشرب إلى أن يطلع الفجر. ويقول صلى الله عليه وسلم لا تزال هذه الأمة في خير ما أخروا السحور وعجلوا الفطر، أخروا السحور وعجلوا الفطر عند غروب الشمس، تقيد بما شرع الله لا يزاد عليه، لا يصام من الليل لا في البداية ولا في النهاية، وإنما الصيام في النهار ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلا يجوز الزيادة في الصيام على ما شرعه الله سبحانه وتعالى. كلوا واشربوا حتى يؤذن، هذا فيه فضل تأخير السحور، وفيه أنه لا يحرم الأكل والشرب إلا إذا طلع الفجر حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفيه العمل، فيه العمل بأذان المؤذن، يعمل بأذان المؤذن في دخول الوقت وفي الصيام وفي الصلاة، يعمل بأذان المؤذن، وهذا مما يؤكد على المؤذن ويوجب عليه أن يكون أمينا، لأن الناس سيعتمدون على أذانه في عباداته. كلوا واشربوا، وفيه جواز أن يكون المؤذن أعمى، قد كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه أعمى، وجاء وصفه بالأعمى في القرآن، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، يعني ابن أم مكتوم رضي الله عنه فهو أعمى، ومع هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا، وكان يخلفه على الصلاة إذا سافر، ويخلفه على الإمارة على المدينة إذا سافر عليه الصلاة والسلام. ففيه أنه لا بأس أن يكون المؤذن أعمى. فإن قلت إذا كان أعمى كيف يعرف دخول الوقت؟ أنا أقول يعرفه بالخبر، يسأل، ولهذا كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني يعمل بالخبر ويسأل الناس هل دخل الوقت، فإذا أخبروه بدخول الوقت أذن. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم، هذا فيه متابعة المؤذن، يستحب لمن يسمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول المؤذن، وهو ما يسمى بالمتابعة، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فقد جاء في الحديث الآخر أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين، فلا يقول مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث عام في أنه يقول مثل ما يقول المؤذن في جميع ألفاظ الأذان ومنها الحيعلتان، ولكن جاء ما يخصصه في أنه عند الحيعلتين
لا يقول مثل ما يقول المؤذن، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. والحكمة في ذلك أن حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة للحضور والإقبال، ولا أحد يستطيع أن يتحرك ويقوم إلا بحول الله وقوته، ففيه البراءة من الحول والقوة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم إذا فرغ المؤذن فإنه يقول اللهم صل وسلم على محمد، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فإن من قال ذلك حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. نعم، لا ينبغي التفريط فيه، متابعة المؤذن فيها أجر عظيم، وهذا الذكر بعد الأذان فيه أجر عظيم. نعم. باب استقبال القبلة. يكفي. فضيلة الشيخ، يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون؟ على ظاهره أن المؤذنين يوم القيامة يكونون أطول الناس أعناقا، تمييزا لهم عن غيرهم، تمييزا لهم عن غيرهم بفضل الأذان. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل هل يكون لعبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه مثل أجر من أذن بعده ويكون سن سنة حسنة؟ الله بن زيد مبلغ، ما هو سنة لكنه مبلغ، بلغ بالرؤية التي رآها فكان سببا في تشريع الأذان، فله الأجر في ذلك، له الأجر في ذلك على البلاغ الذي بلغه والأمانة التي قام بها. نعم. صاحب الفضيلة يقول السائل الذي سن الأذان هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي سن الأذان وأمر به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل هناك ذكر خاص عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟ رسول الله الذكر يقول مثله، يقول أشهد أن محمد رسول الله مثل ما يقول المؤذن. تمام. ذكروا قضية الترجيع، قضية الترجيع وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله سرا ثم يرفع بها صوته، ثم يقول أشهد أن محمد رسول الله سرا ثم يرفع بها صوته، هذا يسمى بالترجيع. وهذا ورد في حديث أبي محذورة في مكة، ولم يكن يفعله بلال في المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يرى أنه سنة، الترجيع سنة، وبعضهم يقول لا، هذا خاص بأبي محذورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله في مكة ولا أمر به في مكة، لم يكن يفعله في المدينة ولا أمر به في المدينة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل الرؤيا يبنى عليها أحكام مثل رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ الذي يبني عليها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نبني على الرؤيا أحكاما، الأحكام إنما تبنى على كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم تشريع أحكام إلا البدع والمحدثات، ألا يبنى على الرؤيا أحكام شرعية، وإنما هي مبشرات، الرؤى الصادقة مبشرات أو منذرات فقط، أما أن يبنى عليها أحكام شرعية من حلال وحرام وواجب ومستحب فهذا انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل هذا الدين وكملت الأحكام، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ما توفي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل هذا الدين وكملت الأحكام الشرعية فلا يزاد عليها. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال وإياكم ومحدثات الأمور
إن كل محدثة بدعة، فلا يجوز بناء الأحكام على الأحلام والرؤى أو على الحكايات والقصص أو ما أشبه ذلك، ولا على الأحاديث الضعيفة، لا يبنى عليها أحكام شرعية. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يؤذن، بحيث كان يفصل بين التكبيرات وكذلك باقي الأذان، فهل هذه السنة؟ الأذان الفصل بين التكبيرات أو وصل التكبيرات، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع والحمد لله. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل به. أما الذي لا يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن تكون رؤياه صحيحة، لأنه قد يأتيه الشيطان ويدعي أنه رسول الله ولا يدري هذا، لأنه ما يعرف صفات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ينبغي أن يلتفت المؤذن يمينا وشمالا مع وجود مكبرات الصوت في الوقت الحاضر؟ نعم، نحن نعمل بالحديث، ولو كان عندنا مكروهونات نعمل بالأحاديث كما جاء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لو كنت في مكان وأنا أسمع فيه بالأذان ولا أستطيع الذهاب للمسجد لعملي في الحراسة، فهل يجب علي في هذه الحالة الأذان أم الإقامة مباشرة؟ وما حكم من صلى بدون أذان وإقامة؟ ما دمت تسمع الأذان يكفي الأذان، وتقيم الصلاة وتصلي، لا تؤذن إلا لو أنك ما سمعت أذانا فتؤذن، أما ما دام تسمع الأذان يكفي. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: من استحم أو انغمس في بحر ناويا التنظف أو التبرد مع الوضوء بحيث يسقط الترتيب، فهل يكفي هذا لرفع الحدث الأصغر أم لا بد من الوضوء منفصلا مرتبا؟ هذا لا يكفي، لأن التبرد والاستحمام والتنظف ليس غسلا مشروعا، وإنما هو غسل مباح، غسل مباح، والوضوء لا يدخل إلا في الغسل المشروع المستحب أو الواجب، الوضوء لا يدخل إلا في غسل مشروع. أما الغسل المباح للتنظف أو للتبرد هذا لا يدخل فيه الوضوء، لا بد من الوضوء على حدة. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل يتأخر عن الأذان لصلاة العصر دقيقتين أو ثلاث، فهل هذا يعتبر إخلالاً بالأذان؟ نعم، لا ينبغي أنه يتأخر، ينبغي إذا دخل الوقت يؤذن ولا يتأخر، لأن التأخر ليس له فائدة، بل ربما يقتدي به غيره، يتأخرون المؤذنون عن الأذان عند دخول الوقت. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أنا إمام مسجد وأحضر دروس فضيلتكم يوم السبت والاثنين والثلاثاء، وهذا يترتب عليه أنني أصلي معكم المغرب والعشاء من هذه الأيام الثلاث المذكورة، فهل علي إثم في ذلك؟ وهل تنصحونني بترك المسجد لملازمة هذه الدروس؟ لا إثم عليك في ذلك إذا عمت ووكلت من يصلي بالمسجد ممن يصلح للإمامة، فإذا وكلت واحدا يصلح للإمامة بدلا عنك في هذين الوقتين لحضور الدروس فلا حرج في ذلك، بل أنت مأجور إن شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سلم الإمام فكيف تكون سترة المسبوق؟ تستمر سترة الإمام، تستمر حتى ولو كان مسبوقا، أنه ما ورد أنهم من سبق وقام يبي يكمل صلاته يجيب سترة، ما ورد هذا ولا رؤي هذا من عمل المسلمين، يتبع آخر الصلاة يتبع أولها. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل ورد أن الإنسان إذا كان في مكان
وهو خائف من عدو أو من حيوان مفترس، هل ورد أنه يؤذن؟ أنه يؤذن؟ يؤذن؟ نعم. الأذان لدخول الوقت، ما هو لأجل الخوف، إنما هو لدخول الوقت. نعم ورد إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. الغيلان الجن اللي يتراءون للناس على شكل نيران أمامهم، يجيك من أمامك ومن خلفك على شكل نار تظنه ناراً وهو شيطان أو جني، هذا يطرده الأذان، لأن الشيطان يطرده ذكر الله عز وجل، فتبادر بالأذان لأجل أنه يبتعد عنك، لأجل طرده. أما السبع هذا ما يطرده الأذان، السبع والعدو ما يطرده الأذان، إنما يطرد الشياطين. وربما أن السبع يجي لك إذا أذنت يسمع صوتك ويجي، أو العدو يهتدي إليك ويجي، كونك تخفي نفسك وتخفي صوتك أحسن. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الأذان هذه الأيام في الحرم المكي والمدني فيه تلحين وطرب؟ هل الأذان هذه الأيام في الحرم المكي والمدني فيه تلحين وطرب؟ تلحين؟ نعم. لا، ليس فيه تلحين شديد، فيه بعض التلحين ألا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا سافرت فمتى تبدأ مشروعية القصر والجمع؟ إذا خرجت من البلد يبدأ مشروعية القصر والجمع والإفطار في رمضان. أما ما دمت في البلد فلا يجوز لك الإفطار ولا يجوز لك القصر ولا الجمع، لأنك لم تشرع في السفر. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الالتفاتة اليمنى مخصصة بحي على الصلاة، واليسرى بحي على الفلاح، أم نقول واحدة يمينا وشمالا والثانية أيضا يمينا وشمالا؟ يلتفت على اليمين في حي على الصلاة الأولى، ويلتفت شمالا في حي على الصلاة الثانية، ثم يلتفت يمينا في حي على الفلاح الأولى، ثم يلتفت شمالا في حي على الفلاح الثانية، أربع التفاتات. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا خرج مجموعة من الشباب للبر وأرادوا تأخير صلاة العشاء إلى الساعة التاسعة، فهل يؤذن أحدهم عند الصلاة أم يكتفى بالإقامة فقط؟ إذا كان ما حولهم ناس يغترون بأذانهم أو يشوش عليه على من حولهم، إن كانوا في بر يؤذنون عندما يريدون الصلاة لا بأس، هذا أفضل. نعم. وإن أذنوا أول الوقت وبقوا إلى أن يأتي الوقت الذي يريدون أداء الصلاة فيه فلا بأس، يعني لهم يقدمون الأذان ويأخرون الصلاة، ولهم أنهم يأخرون الأذان والصلاة، لكن بشرط أن لا يشوش الأذان على من حوله. نعم. صلى الله عليه. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ورد في الحديث أنه يقول بعد الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهل هذا صحيح؟ يقوله بعد فراغ الأذان إذا أتى بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالوسيلة والفضيلة، يقول رضيت بالله ربا، هذا آخر شيء، رضيت بالله ربا آخر شيء. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يشرع إذا أقيمت الصلاة أن يقال أقامها الله وأدامها؟ ورد هذا في حديث ضعيف. الصحيح أنه لا يقال، لأن الحديث بذلك ضعيف. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تبرأ الذمة بالإفطار عند سماع المذياع من مسجد الديرة في رمضان وغيره؟ نعم، المذياع الذي في البلد يفطر عليه، وأما المذياع البعيد اللي يختلف التوقيت فيه، مثل أنت بالرياض تسمع الأذان في الكويت ولا في الإمارات، هذا لا يجوز، لأنهم يذنون قبلنا، تغيب الشمس عليهم قبلنا. إذا كان التوقيت لا يختلف تفطر على أذان المؤذن. نعم. أما إذا كان يختلف لا، عيد. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: بعد نهاية الأذان نرى من يخرج من المسجد، فما ضابط الخروج بعد الأذان؟ الذي يخرج لحاجة، يخرج ليتوضأ ويرجع، أو يخرج ليصلي إماماً في مسجد آخر هو إمام، أو يخرج يروح يأذن لأنه مؤذن في مسجد آخر، أو له حاجة متواعد مع واحد في مسجد آخر ويروح حفاظاً على الموعد، هذا لغرض صحيح لا بأس. نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: نرجو بيان كيفية المسح على الخفين، وهل تمسح من الأسفل؟ المسح على الخفين كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع يديه مبلولتي الأصابع على رجليه، على أصابع رجليه، اليد اليمنى على الرجل اليمنى واليد اليسرى على الرجل اليسرى، ثم يمرهما من رؤوس الأصابع إلى ساقيه على ظاهر القدمين، أما الجوانب وأما أسفل الخفين هذا لا يمسح. ولهذا يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف. الدين بالاتباع والاقتداء ما هو بالرأي. نعم. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة؟ لا، ولذلك قالوا أنه بدعة، رفع اليدين في الدعاء بعد الفريضة بدعة، أما بعد السنة فلا بأس، بعد الراتبة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل يردد مع الأذان المسجل؟ لا، لأن يعني هذا ليس أذانا، وإنما هو صوت محبوس وليس أذانا، إنما يردد مع الأذان الذي يؤدى في الوقت، يؤدى من المؤذن مباشرة، خلاف المسجل هذا لا يعتد به. لو أنك جعلت في المسجد مسجل وفتحته عند دخول الوقت ما يكفي هذا عن الأذان ولا يؤدي المشروع، لا بد من أداء الأذان اللي يسمونه حيا، لا بد من أدائه ممن يعتد بأذانه، أما الصوت المحبوس هذا ما يكفي. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: كم المدة بين الأذانين في الفجر والجمعة؟ المدة ما لها حد بين، لكن يكون فيها طول، يكون فيها طول بحيث أن الناس يتنبهون، يتمكنون من التهيؤ والحضور للفجر وللجمعة، يكون عندهم فرصة، أما أن يكون متقاربين في آن واحد ألا لا يحصل المقصود. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: ما الفرق بين التلحين والتحسين في الأذان، وما شرط المؤذن والأذان؟ التلحين هو الزيادة في التقريب وتمطيط الصوت، هذا لا غير مشروع يكره، وأما تحسين الصوت مع التقيد بألفاظ الأذان هذا مطلوب، تحسين الصوت بالأذان ورفع الصوت بالأذان هذا مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل ورد في وضع الأصابع في الأذان شيء؟ نعم، يضع أصبعيه في أذنيه، يضع أصبعيه السبابتين في أذنيه، يقولون لأن هذا أرفع للصوت، هذا أرفع للصوت. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: نحن مجموعة من المدرسين ونعمل في هجرة سعد شرق مدينة الرياض، والتي تبعد أكثر من 90 كيلو، ونتردد يوميا رغم توفر سكن لنا للارتباط في الرياض، والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل يجوز لنا الجمع والقصر بين الظهر والعصر، مع العلم بأننا نأتي قبل العصر بالرياض؟ نعم، يجوز، يجوز الجمع والقصر في الطريق، أنتم قادمون إلى الرياض أو ذاهبون إلى العمل، يجوز الجمع والقصر في الطريق، وكذلك في مكان العمل تجمعون وتقصرون، أو تصلون مع الجماعة في المسجد تجمعون العصر مع الظهر، لا بأس بذلك لأنكم مسافرون. ولكن الأفضل إذا أقبلت على الرياض ولم يبقى إلا قليل أنك تصلي الظهر وحدها،
وتؤجل العصر تصليها بعد ما تصل مع الجماعة وفي المسجد، هذا أفضل. ولو صليتها وجمعتها مع الظهر في الطريق إنك أخذت بالرخصة، هذا جائز. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز أن يوتر بركعة واحدة فقط بعد أذان صلاة الفجر إذا نام ولم يستيقظ إلا مع الأذان؟ هل يجوز إيش؟ أن يوتر بركعة واحدة فقط. الوتر بركعة واحدة جائز، نعم، بل تجوز النافلة بركعة واحدة، والوتر يجوز بركعة واحدة، وإن شفعه صلى قبله ركعتين شفع هذا أفضل، وإن اقتصر على ركعة هذا يجزي عن الوتر، ولكن ما يكون بعد طلوع الفجر، الوتر ينتهي بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر ولم يوتر يؤخر إلى الضحى، إلى ارتفاع الشمس، ثم يقضي ما كان يصليه في الليل، ويقضي معه الوتر شفعا يشفعه، ما يقتصر على ركعة في القضاء وإنما يشفعه في النهار. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يلزم لمن خرج وقت الصلاة من نوم أو نسيان أن يؤذن لصلاته وهو منفرد؟ إذا لم يؤثر على الناس ولم يشوش على الناس، نعم يؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر في الطريق، وأمرهم أن يرتحلوا من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر، ثم أمر بلالا فأذن، ثم صلى راتبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى بهم الفجر. نعم. انتهت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.